السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الساحل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم دماء الساحل. هذه الحلقة اللي سنتعرف لكم فيها شخصيتين، ماهم كيف شخصيات أخرات خاصات شوي. أول مرة إن شاء الله نستضيف فيها امرأتين مهتمات بهذا الأدب بالغناء وبالفن. اولا ضيفتنا الكريمه الدكتوره الاستاذه باتمة البراء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وضيفتنا الاولى والثانيه الفنانه والاديبه من اخبر بعد حد عرفانا اللي قال له المجال اللي قالوا الغناء من جيلها خاصه، واديبه ومغنيه وفنانه من ايتو من تنفرو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على قبول الدعوه. وطبعا مشاهدي الكرام راجي ان شاء الله هذه الحلقه تعود زينه عندكم، ولا ان شاء الله نبدا مع الفقره الاولى من برنامجكم هي الفقره المواليه. إذن أستاذة دكتورة باتة، هذه الحلقة هذه الفقرة فقرة الدخول، نختاروا دائما نبدأ مع الضيف فيها في الشقبال ما هو المعروف. تم دكتورة باتة معروف عنك دكتورة شاعرة وكاتبة ومؤلفة، مؤلفة كتب ولفت كتب كثيرة، وشاعرة وديبة وناقدة معروفة في المجال غير خارج قياس المشاهدين. اكيد مشاهدين كاملين اللي ما يعرفوا قد تسمع بيك غير ما يعرفوا عنك، عندك جانب، عندك خبريه في الغناء، عندك خبريه في ادب البيضان بصوره عامه، الغناء والتبرع طبعا تلفي فيه وتكتب عنه، غير عنك ملي راويه له وناقده حقيقيه في المجال. من رايي كان في مجال ثالث من مراد اللي كانوا عليها البيضان يعودوا يعرفوا، كان في مجال ثالث انت تعرفيه قبال الله اللي كنت عنك خبريه فيه. شاكرة قناة الساحل على هذه الاستضافة الكريمة، شاكرة الأستاذ أحمد على حضوره وعلى تشريفه لي بهذه الدعوة. شكراً. أنا ذاك اللي يعرفوا لي عليه في المحيط اللي كنت فيه ما سيعني لي، أنا أعرف منه شيء، أعرف من زيز الحصاية. زيز الحصاير حق بعد الحصاير. قد تنزل حصيرة؟ قد تنزل حصيرة، وعيت دخلت تويز. تويزة؟ والله. نيتو تعرفي تويزة ما؟ إيه. ونعرف تفلاك شكاوي. تفلاك شكاوي. حقا. أنا تفلاك شكاوي صار مشاهدي قد ما هو خبريني. معناها حد يقبض. شكوى. جل ويعدل منه شكوى شكوى هذه اللي تخاف فيها اللبن. تفلك. عدل فلك. هذا أصلاً كان شغلت عليها. هذا مش شغلت عليها. ونعرف خياط خيام شخيام شراويط. خياط حفولهم ذا اللي كانوا العريات يعدلوا لا شارك فيه كان. كان طافلات قرات اليوم طافلات دار وطافلات خلاص قرات موريتانية، كان من يسموه ذا يقدوا واحدة منهم تعرف عنه ما هو واعر، يعني قد حد يعود باتهم تبرا يقعد يقدي فلك شكوى رجع مالي رأس الغاية غير بعد هو اللي أنت حسب البيئة وكانت حالا مات لما تروح الطافلات فيه اللي مات الحياة اليومية مات داخل فيها، غير بعد ذيك الساعة اللي كتانا فيها الفترة كتانا فيها كان لابد من حد يعدل يعود يعرف نزيز الحصائر يدي العيال دائما ما هو قاعد مستفتية غير من حياتك اليومية يدي الناس تفتي ما عندها مكتات ولا عندها هذا غير لابد من تعدل توازيك تعدل مرحصائر. لأن دكتورة نزيز الحصائر وتفلاك الشكاوي هذا كنت إخبار جديد والله هذا قطع عني العرف ولا شيء العرف. أستاذ أختي الكريمة والفنانة العظيمة من ايتو، قولي لي أنت مشاهدين من اللي يعرفوا عنك فنانة خارج شو من الناس اللي خاصة المهتمين بمجال الغناء اللي منهم اكتشفك فعلا يعرف عنك تعرفي الغناء وحق فعلا تعرفي منه تعرفي معرفة حقيقية تشبه بذاك حتى تعرفي التبراع تعرفي الغناء غير ما تحكي بالمعنى وتفهميه وفيك خاصية قليلة بعد شخص مثلا بعد بيدعود رأيي شخصي عنك من شباب موريتاني اللي حد سمع كلامك وسمعك تحكي الغناء وش سمعك تحكي التبراع ما يقدر يعرف انت من اللي يزر من موريتان ولا يقدر يعرف ثقافتك اصلا من اللي يزر من موريتان احد من المواكشوط. هذا فعلا غير ملي مشاهدين ما يعرفوا عنك
عندك ليسانس في القانون وتعدي السياسه وعندك شخصيه اخرى ما هي مليت الفنانه ولا ديبه شيء يقبالي في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. شاكر زدنا قناه الساحل على الاستضافه، وشاكر الاستاذ نديب الكبير احمد ندبو الذي الفرصه ما دي اللي جبرت فيها دكتوره الله يشرف في زدان. و لقى ياسر منه قضيت الأديبة والمقنية ولا لا تقدر تعودوا لا ما يشبه بي حد لا نذوق نقنا وزين عندي وهاويتو من أنا مزت صغيرة وأنا هاويتو تعويض أنا موليت يعني كامل أمي إيه لا هكذا أنا أعرض منه بعد ذاكذي فم من أيتو الصالح خرم من أيتو نيتو تعدل السياسة من أيتو اللي تعدل القانون من أيتو اللي نيتو تعدل القانون من أيتو اللي في الدار طيب تيي جواق مع الناس كامله ثم باط منيت وخرا معي قاع خاف ياسر من خلقي غير مودي دي خافي توراه لا يتعرف عليها ثم منيت وات خرات قاع ما بدو ما نراودهم الوقت الكافي. دور لا نحاول ان شاء الله عنا خلال الحلقه نظن نكتشفوا جوانب من اخرى من ضيوفنا. وطبعا لا هنا نتخطى شر البقره الثانيه اللي هي الفقرة الموالية. إذن السلام عليكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، شكرا على متابعتكم لهذه الحلقة. بارك الصق، كيف قلت لكم بقرتكم الثانية من البرامج اللي هي الكرس اللي بدوا فيها حكاية تقنية البيضان هو بالبال اللي جايبنا هون واللي موضوع البرنامج. لا تعود فنانة تقول لكم شيتو فنانة مليتة يا العقل اخلاق العرب
وقوطر وجري زي واحد تسلى المكان العقل اخ عرات تم قوطر وجري فيه تم قوطر وجري فيه عاقبك قوطر وجري فيه عاقبك يدد عراف حق حق في مت الحال ما تنشاف تطراف عاقبك متس زقال عاقبك وجماعة تنشاف عاقبك تتنغول محاك عاقبك مقط انت ماسجات منه رد ونساس عاقبك وخبيط التتياس عاقبك معدوم وفلك حال وجراد يقن والملاس وغلالي تم اللقال عاقبك يردد وعاقبك العتيق توسط ولا تلف الهنسة يربط وافطو تدرس وتمربط عاقبك وتمرمد لرحال عاقبك كل ما يخبط عاقبك ما يخبط صوت رباب حلو ما احلاه ما مختلفين عليه هذني ما هو مادح رسول الله ما رطع ما للحس عليه الصلاة والسلام والله إلا حق وهو حدي هيدا ريناه نقيرة في شعار التهيدين ما خارج جيد ما قسره ولا بأخذ شي من دمساني ما هو مادح رسول الله هو شعر وقناه منين هو حدي هيدا ريناه نقيرة في شعار التهيدين ما خارج جيد ما قسره ولا باخذ شي من لمساني ما هو مادح رسول الله اش داخل بداع بليدي ايه هاك الجف فيه فيه مسلتين دقاع تم علي محمد صلي عليه الصلاه والسلام تم علي محمد صلي وعلي محمد سلم تم عليه الصلاه والسلام وتم خرط مزاد اللي صلي تم عليه وسلم كل تابلت فيه تم غير في مولي رواية أخرى مالك هذا القاف قايل تو فنانة عظيمة قال لي منيتو هذا القاف منيتو ياك تعرفوا شيء من بعض عمل منيتو ودي تقول أغنى تقولتو هذا القاف واعر
عليك الصلاة والسلام. تم على محمد صلي وعلى محمد سلم تم وتم خلطهم زاد اللي صلي تم عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صليت عليه واحدة وسلمت والله، والثانية قالت عنهم خلطوا وخلطتهم خلطتهم وتم تكلمتم تم على محمد صلي وعلى محمد سلم تم وتم خلطهم زاد اللي صليت عليه زين اللي في المعنى التوكيد ما وعد ما وعد خلطهم تبرات الثنتين كذا والله والمعنى تم لا جايز هزين حتى ما وعد هزين هذا رقاف تنعرضوا تلك الجاحد وشك شك عني ما نعرضوا أنا بعد نعرضوا بي اللي زين عندي من جيفان مديح ما ياسر فيه بشي زين هذا واحد هذا جاب زين هذا زين والله الله 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 كلمة سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني كان كحل كحل نفعل نعاون مهمل على رحال المقدي يقول في واحدة من 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 حلقات والله القصص اللي يحكي دائما لمصاحب اللغنة عن هناك تناسق اللي شيء يفهم منه عن هناك تناسق في تناسق بين في تناسق بين 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 مقامات الهول وساعات النهار بين مثلا مقامات الهول مقد عن البيا الكحال والبيا وتي عن هو قط جار جد البري دريقول الطاحات وعنهم عن من سنت سنت في مقام قال له راجل من مصر قال له عندي عن أنا قال عندي العصر وعن يلا حد ضبطن ابليس ماره حد ضبطن ابليس ماره ما مات في حاشيت من تعمر تشيت ماره من تعمر تشيت حد ضبطن ابليس ماره ما مات في حاشيت من تعمر تشيت ماره من تعمر تشيت طيب رحمه الله عليه طيب وديك رحمه الله عليه والله عم لقاك اللان حاني حد لقاك في لالقاني والله يلقاك ثاني نلقاه من وراه عم لقاك اللان حاني حد لقاك في لالقاني والله نلقى ذاك ثاني نلقاه من وراه واللي خاطيك ماني متعلق بالراح وانا قاع مثل الله قد طيت اله نلقى حد لقاك والله نلقى حد لقاه تموت بيا دوام التجلات وانا ما غادي بيا دوام التجلات هذه الخلفيه اللي ورا الاستاذ بنيته هذه الخلفيه اللي ورا الاستاذ ذكر قال النادي ذاك اللي قال يلا لك حد غطرك راه وشرب الماء وتلميت حصرك تتقرر حصرك قلت هي قدقي تجيلي قلت هي قدقي تجيلي عني منك مال لا تيتي تتبايلي لي ذا النوع من الفال قلت هي قدقي تجيلي عني منك مال لا تيتي تتفايلي لي ذا النوع من الفال لا إله إلا الله مزيد قدم لينا الروس كاني قدم لينا الروس كاني نمشي نخليك هو أنا قاع ماني خالق ما هو بيك قدم لينا الروس كاني نمشي وخليك ذا هو انا قاع ماني خالق لا اله الا الله زين لا اله الا الله لا الوساني ما نولي نقول الجيفان بيا مت فلان اللي خوه واللي فلان ما ما تقبل والله من وراء الوساني ما نولي نقول الجيفان بيا مت فلان اللي خوه واللي فلان غلطان الراس هذا غلطان الراس ماني قادر ماني قادر كون نسكت خايف لا ينقال واحدة من الأغلال كتلة واحد من الأغلال شي مبهم تماما الله أنا بني أنا مات أخوة إيه تخوة من دمعة رخوة ذكاء من مدروك قدع وزرق فيك رخوة وزرق فيك رخوة 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 ذكاء من مدروك الله المكان
الله المكان الله احب دعتهم تنهروا ايه فزوان ادوان احب دعتهم تنهروا فزوان ادوان فزوان ادوان وتقاوي الشعار يفرو وتقاوي الشعار يفرو فدوان الزوان وتقاوي الشعار يفرو يفرو يا يا يفرو يا يفرو الشعار يفرو يا يا يفرو فدوايا يا نزوان وين حتى ماني بزين بالحين روليت ماني من حرب سواش هاني وكنت بجامي لارقاني نلقى طرب تام وهذا حاد بجامي لاني ما وياك بجام زين حمد فما يقد نقل اخ هذا من بيعات يطرف هذا من بيعات يطرف وتبادي لك تيد الريم والحزين نعرف بعد انه اذا لا اله الا الله مزين هذا من بيعات يطرق وتبادي احزين وتبادي كثير الريم والحزين نعرف بعد انه اذا من متل شي شريان من متل شي شريان ايه من متل شي شريان شكيت اني قاع ما تليعتيت وانا في التلياء من متل شي شريان من شي شريان شكيت اني قاع ما تليعتيت وانا نفنف التلياء يا الله زين حتى زرق شوي زرق شوي عاد زرق شوي برحت لودك كاذبة النايا ويا 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 ايه برحت برحت لودك برحت برحت لودك برحت برحت لودك كاذبة النايا كذبة لتخدعيني لتخدعيني فبات القلب فبات فبات القلب يرجوك فبات فبات القلب يرجوك ورمتي ورمتي تمنين الليلة الليلة ورمتي تمنين الليلة 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 ثانية ليلة ثانية غري غري يا خوض ابن بيروكي يا خوض يا خوض ابن بيروكي يا خوض خوضة يا خوضة يا خوضة يا خوضة يا خوضة يا 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 خوضة يا خوضة ابن بيروكي
نور كان بزياده لا بيضون نتوب خلينا بيضون نتوب خلينا لا اله الا الله ادراك انكم تعرفوا ازدراق هذا من شكون ازدراق مال ازدراق اصلا قصته قد يعود ياسر من خلق ما هو ايه اقبال هو ناوي اصلا واعد واعد معد الواردي ما في حد يقبل نفرو نفرو حق بعد ازدراق البلاوي اصلا اللي دخلوا وما قام عايد بين الكحال والبياض والسايق قالوا زرقاء وما هو كحال ما هو كحال وبياض واصلين قد يعود ذايت ياسر من خلق انه واصلين معدلوا نفرو حق الله حق بعد زرقاء البلاوي الله حق بعد البلاوي تبارك الله دي معروف سالك كل المختار اللي سالك على معدلوا زرقاء البلاوي حق بعد احمد امونك حتى أين بيضو توف؟ لا لا تحكي لي شنو بغيتهم لا تحكي انت ما لك شيء لا تحكي لو شافوا عندك كاملات لو شافوا عندك كاملات لو شافوا عندك كاملات سيمة في نواصي ماضية وقتك من فقعة ما تبات نيفي في الدنيا راضي شاف عندك كاملات سيمة في نواصي ماضية وقتك من فقعة ما تبات نيدي في الدنيا راضي الله نفس معنى قابلت سمعت اللي هي بيدة عمد ست وفرضة وطاضن عبيدة كل ست وفرضة زين حتى أذكور الشرق إنه خريف عاقب دهره ما في غريب غريب يحسي أذكور الشرق إنه خريف عاقب دهره ما في غريب غريب يحسي نسيب نسيمين كرمات ونطول شدة نزيف صدر مات وتمات وأمور ملي مات كيف صدر وطلح مات ومات مات ولا نعرف كان واد عرف كان واد بقربة تيد ومات ومات والله كان زاد تيد زاد تيد ومات وخالق انا كون فرق بالي ما نريك هلان يا بوير ويمر هلان هلان غريب استجامه مع المكان لا كان واحد عندهم حتى منين بين الاماكن منين شافهم منين يشوفهم كي شفت عرضين له عرضين له يقولوا له عفوه بعد اي عفوه عزت مولانا ريت حد عزت مولانا ريت حد يبقيني بها وانا نبقي هم اللي غير بعد ما هي عزت مولانا هذا اعتراف خاطئ كنت قال لك نحكي ترك كيف قال الشيخ والله زاد قال ما قال ما عرف لا ما خالد الشيخ مكي خالق انا كون خير ذاك بوي ويما انا ليك انا يا بوي ويما انا وبعد عاطيهم راس والله لو مدعجع المدعجع
ذلك علب السيار وقروا عفلش القانا ويرطيل ويما السيار والغجرة من هو أنا تساول زين الله أحسن يا حد الدوار تستفاد من بغي وكر الخط قاعد تمعدل فيه شيء قاعد بالناس مع انك هار وتم ماسي وتم زاد بالناس حرى الاقارب قاع من الناس اللي عدل يتباعد شيء متقارب ويتقارب شيء متباعد الحياة اللا تجارب وعيت على الحبو صلاح كم حكم هشام الله عندك سنين مشركات يا غلانة من مولان ولا عاد ولا عاد بعد مشركات ليانا لهوان لهوان ساعتي ولا عاد بعد مشركات ليانا والله الراحة ترجع قال حد مارس والناس اللي ترد وانا باللي عنز عاد مش جديد ودارس والهم علي زاد شد الدارس وعلي مارس ولي بخبار لان قد يتمت من المارس من المدارس من بلد وتلاميذ المدارس وإلى تمت عنبع الراحة ترجى مارس وعنه بالله عن ابتلاء والعزم وعنه بالله عن ابتلاء والهم ألا يدارس وإلى الهم وإلى التلاميذ وإلى المدارس لا جسد احمد نادر لا جسد احمد سيد احمد سيد احمد نادر 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 من بارك شوحه وين ما جاء الدار منه منه هو والبارك ايه وين جاء الدار الدار منه منه هو والبارك المكان إلا المكان عمري بتريد قرأت الناس الأخرى اللي قرأت نوع من الناس خاص اللي هو ما عنده من السوء هذا من قلة ملقانة يا غلانة يكون بالاختي الماني قايل عمو لانا لا يخلي يغيك الحي لا جيت المكان لا قولها عنك انت معاك مستحفي قول لها ترسل لي مسواك يا قاتل قولي قول لها حق الله وصولها لعن رسولي كان فرسولي والله كان الله المكان خالك حد ارسل لي بالهم وبراوة فيها خص وعم منين كلامه فيها تم كتب لي كلمة مشعوبة كتبتها ذيك ندور تم باطن خرصها مكتوبة هي مجموع جمعتهم هي صدفة خلاقي نوبة هي قاعدة حق تجد الحق أخبار ومطبوبة والله كل قطعني بعد كذبتها مثل مونك جوبة لا لا سحب الحق لا مارت مسواك هذا غريب زين في دمس مارت عمولان الشرك ويا العقل حرام والملك وكرياح باطن حركون تتسدر في الحقال وتنور كنوات الملك كلها الواحد الله مع العبد وظهر من الأمور ولا الجاد وظهر من الأخبار قد يسند على قيد الجوع ما هو قادر يوقف المطار وسلم وسلم يا ذي القاع بعمره وكزاد من اللي بعمره عمره ما يتخطى قدره وعمره ما يرمي من الغيار ويا كبري وتشين من الأمور لله الواحد الله
ترفن وانا في بلاد ثقيل علي حد، ترفن وانا في بلاد ثقيل علي حد، شكني به البد سيدي محمد ذاك لقال، وقام يرد ورديده فيا حاك، وشكيت انه من قد الخلط سبت لهناك ذاك الحد، عقب عاد ما هو الحد الشاك، وعدت انا ماني زاد سيدي محمد ذاك. كل حمد اللي وعد المريفق وقت الرعد عليك الله، وعاد الدار اللي غناك كتبت حالك لبلاد، انت اللي جاك ما انت، اللي جاك ما انت ذاك، وعاد ما تدار لك، عدت انا ماني زاد سيدي محمد. ألف قصر مدير نعرف ليلة بقرين البرين جبين جقينات فتين بكلام بنين مش مبرقع مش منين نقول اشتبع مش من قبل جات البال رواحة نشت مش فقد نقول بغرار بسيئة إيه لان مش الله المكان أنا محمد بن بقيه به بدي صاحب المربيه إيه ومربيه أنا محمد بن أنا محمد بن بقيه به بدي صاحب المربيه ومربيه اختو يقطع به مثل حضرامي حسينه وحسينه قطر من تبيه مريم كانت قاعه قرينه ومريم من تبيه بلد فيه ما يمكن عنه مشينا الخضنا بحسي جدعه الخضنا بحسي جدعه كانت كل نهار تجينا وتظل تكرسيق مع مغير هذه منينه هذا بكل شيء الخضنا بحسي جدعه كانت كل نهار تجينا وتظل تكرسيق مع مغير هذه منينه لا تشبه حد قاعده طلعت تشبيه زين ما استمر يا نس عند الكركار جاء علينا خطه يا عند الحبار العاد وبقى علم بيها بكار وش حد بيه لوين لا حسيت بالاخبار لين العاد اللي ما نيد معبود معبود لك انت كنت تعلم تقوي عند بغير العود غيرت فيه مدير قلت لك من عند ولحكاك من الجولي حقارة هاتي كرا عن قيقن قلت إياك تسرك إياك تسرك من بومير أزيت قلت لك من عند ولحكاك من الجولي حقارة هاتي كرا عن قيقن قلت إياك تسرك من بومير جالو الدفاق لما نشاك من يقدر يخلق أشغال تحقر من حقارة لهاتي كرا عن قيقن مربو بغال الشر عليك الحوم وقبل ساحة مهم دبال هم ويلحق لله هم والكلام 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 ودي طلع ركب ضرك يطلع دكتورة بالنسبة لك من سبعين يعني. قلت منك من عند ها كاتية بالنسبة لي نوع من بيش من 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 متن قيمة كبر قيمة المكان عند هذا الشاعر مع معتاد لمكينة هو جعلها اشخاص تحس بالله يا عدل 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 هروي معناها عنه هذا نوع من اللي يقولوا له البلاغيه الاستعاره اللي شخصها عاد كانت تحس تحقرني حقاره لا كرا عن قيد يوم بالبقفة الله تلاه يفقع لي هذا نوع من متن عودان المكان بالنسبه له هو ما هو لا جماد ولا هواي تيجي محمد الدارة من عند من دور تمشيت مستقبل ساعة انك جيت لك باش وجيت مع حاجة خوار ساعتين من عند من دور عند من دور تمشيت مستقبل ساعة انك جيت لك باش وجيت مع حاشيت الخوارة ومشيت معاتي الباط القلب وقرطيت القصعة والسيح ميدات مقيل عندي لا قديت في المجماعة من البويدات من ثم تقول تسليت تروح لأمورات تلات وغريق جوادي لعاد وغريق جوادي لعاد تحول من غريق جوادي لعاد تحول من عندها مرات شو قيل والله قال زاد واطي حد علي بن الله شفت هذا خالد وش مثل عجلة ما وقت هذا لا هو عجلة لا هو سال في شور ذي الرواية اللي هو العمد لا وعادة كنا من بالنسبة له هي طريقة مع هود فاذكر ذها مرة مين يعرفها نعرف بالله هي عميلة قيل ولا هي ضحى وإلى عاد في الاحتمالات مطروحة لا عاد وحنا نرفضوا يعرفوا اللي هي والأماكن هذه الأماكن اللي ذكرها هو المسافة بينها ما تلحق 10 كيلو ولا يعطي فيها داغر ليلة ونهار وليل والله معناها في ماتينو من استمتاعه هو بالمشي المكان واعد واعد الوالد ما يبقى يلحق ما يبقى يلحق الحد الله يجزيه الله يجزيه الحد لا حتى وقفت الشير عند بقير وقفت الشير عند بقير وقفت الشير عند بقير يشرب واغلى غيدات الدير اللي هي بعض النختير وراي
انا همت عاني ما خرجت وراي غير ما شفت مولي قدامي انا طلع حديد الشاب مريم هذه المشكله مريم يا خداها اللي شاك عنها ما تبقيني نلقاك قالت لك حذاي وحلاك قالت لك اياك نولو في بلاد عن ذاك ومريم ذاك قالت فر في محل يا خداه على نجرة هاك غير انا ما في يبل ما نقدر كون وتوف انت من نلقاك والكلام مقلو يا خداه ويسوى مريم قبلت ذاك ويسوى تم الله ما يقد قال حصلان بعد عدل عندي ومونك وجمل في مشهور حسي واندي جيني ببريك نقرمي الليل ونركب وبجمل ونشيل بهم عارف ونغنى الصحيح عجيب زي حق الرحلة الله عجيب اللي تميت الليل سمعت مرة والله عيني لتمشينا عجيب عيني لتمشينا خوان نلقي خوان وعيني الأخرى ليعتها ما دمعت يا غير الله عيني قطر جبت حصرتها في تبريعة حلا عيني من التلياء عيني من التلياع هذرات والخرا شوفوا كاع ملي دخلتي لي تبريعة فهذا لانقيسو البقرة الثالثة من برنامجكم مشاهدي الكرام بقرة المشحوت مشاهدي الكرام حكايتنا الدكتورة تبريعة اللي كانت ملخصة في القابلة انقيسو البقرة الثالثة قبل الأخيرة من برنامجكم طبعاً البقرة المشحوت وفي طبعاً رقم تليفون رقم واتساب هذا صح ظاهر على الشاشة عندكم هذا الرقم خلينا المرة الحلقة البيت هذا رقم الواتساب للمشاهدات وراءه بعد فرق الله جاوبوا لي مشاهدين قاع مشاهدات عن منهم عنده تبريعة زينة والله تبريعتين والله هذا قايتهم والله سامعتهم زين عندهم معنا تخلينا فوكال لين تصل بيه والبرنامج منسقين هذه الفقرة وحدها منسقين رجاجين ذوقهم سليم في التبراع راجل ومرأة الراجل اللي ذوقه وزاده سليم في التبراع حتى فتاة هي هو بيدي فتاة وجاته 1616 فوكال هذا طبعا قبل الحلقة بساعة تقريبا بساعة وشوي وقفنا واخترنا من بين السيدات اللي اتصلوا علينا رقم ولا ان شاء الله يتصلوا لزملاء في المخرج لا يتصلوا ولا هنا خلوها تحكي عليكم تبريعات ويناقشهم معايا الدكتوره والفنانه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام مرحبا وسهلا مرحبا. مرحبا وسهلا وهلا. معاكم برنامج دماء الساحل. اخيرا مرحبا بكم. مرحبا بيك وسهلا مرحبا مشرفين اذا اختي الكريمه جازيك بالخير هذو التبرعات اللي ارسلتي لنا تبرعات ظهرنا نحن لجنه البرنامج اللي تنسق هذه الفقره ظهر لها عنهم هما ازين تبرعات ارسلوا لنا ولا هي نخلوك تحكيهم على المشاهدين ويسمعوهم معنا تمشي وتولي تمشي وتولي وعلى هذا دابق جلي تمشي وتولي وعلى هذا دابق جلي الله يلاح منه مصدوفة مجحودة إن الحروفة منه مصدوفة مجحودة إن الحروفة إن الحروفة تموت حين تقال زين حتى صدفي ووجاعي ما عبر عنهم تبراعي صدفي ووجاعي ما عبر عنهم تبراعي لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ذبل شكراف ذليلي بحبال التشراف ذبل ذبل شكراف ذليلي بحبال التشراف بحبال التشراف ذبل شكراف ذليلي بحبال التشراف شاكرينك حتى قولي لي تبرعات شو سام زينات عندك الله يجازيك شو سام زينات عندك انت ها وحدات زينات عندي ها زينة عندي يلا لك يكون هنا أنا وأنا ماني هون شكرا شكرا جزيلا مرحبا بكم شكرا جزيلا الله يخليك ويجازيك بالخير مرحبا بك سهلة مرحبا تبرعات سمعتم الله سمعنا قولي لي منيتو
يتبرع على الاولى يسيح حاجه يسيح على هذا دابا تمشي وتولي تمشي وتولي وعلى هذا دابا رجلي دابا رجلي ولي تبرع انت اللي تعرفي تبرع زين عندك الطريقه اللي قالت بها المراه انا بعدريت واحد في راسي تعبر عنك قبالتي انا نعود انا هي قايلتها انا سمعتها تعرفي سمعتها تعرفي انا قالتها قالت تعبر عن حاله من التبرع يعود حاله اللي تعبر عنها واضح تمشي وتولي على هذا الماء وتصبري كل حد تصبري له كل شيء غير مع هذا الماء الراعي يا دكتوره عاود تبرعي عاد سمعتي هذا تبرع زينه صدق في وجاعي ما عبر عنه تبرع زينه حتى هاي زينه هاي زينه به اللي شفت احمد اللي هو سبب قوله التبرع غالبا تعبر عنه هذه ازمه كيف متعلم هذه ازمه انواع اخرى تعبير والله هذا ما يعتذر شفت تقول انا قول انا مريم تحسني مثل على رد عنها مثل على يمر السيف محول عليه من كافي والله هون قصيده قلبي والله طلعه من نسيت تامه مر السافي المحول الغريب بعيد قال ذكرى روايات وشي ما عاد متحم قدامها وتحول وعاد وقفت اعتبار لحظه وجوديه هي من نفسها تراعي في اللي كانت تعرضت لخالد شتو ذا الشكراف الشكراف ذبل الشكراف دريلي بحبال ذبل الشكراف دريلي بحبال شفت هاي ما لي توجه هذا توجه شفتوا عند في البرع الطاري ايوه كي يلبدوا للكلمات الحساريه الزمنيه ويستخدموه ياك شفتوا على الطالب الغناء وعلى الطالب مظهر محاوله التجديد بالتبرع في الادب بسرعه وفي الغناء وانا بعد ما هو زين عاد المواغله فيه ما يزين عاد اللي هي الياس الناس ما يفهموا تقعدي لا بدارت من التشرح تبرع معناها لبلد شكرا لي زين علي بحزين ومبشور اذا بنيتو قولي لي خليك انت اللي خبارية في تبرع والناس اللي تبقي الفن طبعا او تبرعات سمعتي تمشي وتولي وعلى هذا بغجلي هذاك تبرعات غريبا واه لك على انها ولاتها من قالتها قد تعبر عن الخالق هذا كان ظاهره ياسر عليات اللي صابرات الراجل واي ولا يجي يصبروا غير ملي ما عندهم لا واسع ما عندهم لا رفع الله وتشوف حق واسع خصل فروات قالوا ودار سفيلة بالمناسبة ذي البراعة أنا عرفتها تبارك الله براعة ذي تبارك الله واحدة فيه واضح لها دائما تشترك هي ورقا شيء من التبراء قط على مرة قالت هي شعاعد قمرة قط إلى قيم ذي قدمرة قال لها حد اخر شوفت ذي القمره نيذي عقبتها مستمره زين حتى الله نزل قالت هي ما ذي بالي تلموكر من عزك ما مثل زين حتى قال ذاك الحد ما ذي بالي توف بلد منك ما هو مصدوف مسكين زين حتى قالت هي منين المعشوق يتبسم لي يحيى وعروق زين حتى قال ذاك الحد منين المعشوق يتبسم ذاك قدر مشبوك قالت خاطي صدافي لاصفر لملقفي غيابي قال هذاك الحد خاطي لياعي فيها اللاب السيف الراعي بالمناسبة بعد راني قدم لها تحية لحقها لها كل حال التبراع هذه الفقرة بالذات المطلوب منها يعني المنشود منها الله زائد الهدف من هذه الفقرة بالذات على أن التبراع ما يموت وعلى تمول عليات يقولون وسموا جاحدات رسمي بعض فقدني بيها كانت تقول لي تورك قال حد اخر وقالت هي احنا هي ما نعرفه حد اخر ما نعرفه غير مدمين وعود الابدان نعرفوه نتعود الناس اللي مهتمه بالخبره يشهد نهضه معناها غير لا يتم وتوفي مواقع التواصل يغير غير المهم انه يتم غير هو اللي لابد من يعود انتقائي الله يعود ذا اللي قال منه مجتمع لي حتى به اللي مثلا لاحظت عن خالد شنو البراعات هذا من وجهه نظر تو حد يقرا فيها ما عنده وجهه نظر كتبي اللي شفت لاحظت على شنو منهم لا يقبل لك مثلا ايقاف مهرنا شضي من ايقاف الى قيده وعده تبرعات مرات ثلاثه
حتى مولي غني عيال يقولوا زادوا ان شاء الله يتيم التبريعه ولا يقولوا ولا قال عيال يقدروا يضمنوه ذاك قالوا تبريعه تروح مع المسلمين غير من تضمين قال يعود مثل قبل مثل مثلا يعود يضمنوا تو تضمين مثل اذا لا ينقصوا فقرتنا الاخيره مشاهدي الكرام هي فقرة اللي طبعا تعرفوا قال في التالي اسمها مش زين يعني اتصلوا بها على زميل عندنا وديب مغني ذوقه سليم الاغنية اتصلوا عليهم قولوا لي سووا عن التالي اسمها مش زين اذا عاد سمع شيء ما الناس عم يسمعوه احكي علينا واذا عاد اللي باقي في راسه طلعه ولا قاف ولا تبريعه ولا اي شيء زين عنده احكي علينا اذا لاهي ننتقلوا للفقرة التالية اسمها مش زين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا نرحب بكم مرة أخرى الفقرة الثالثة عن شزين لين تصلوا للأخ كم أمه واللي تفضل عمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا كلباس الأستاذ كم أمه معاكم برنامج دماء الساحل مرحبا بك ايوه خليك انت فقرة المشاهدين التالية من هاي الحلقة اللي قال التالي تسمع مش زين نختاروك تحكي للمشاهدين شنو التالي تسمع مش زين التالي نسمع مش زين قاع لا شوف شقد بعد طلع عندي عن هالحد من الشباب زوينة حتى فيها ياسر مشي معيدل ميعاد قريب عاد اللي منها فوجات خلي عنك القعاد يا الدلال وجيها وتوق بس هو ما وجات قاع عليك عليها قاع عليك عليها زينا راهي ذاك الغناء لجاتك في الميعاد ليك شتى تبغيها وإلى ما جاتك زاد عليها يا تتواسيها الله اللح يا جاتك خالكش من الإبداع زوين حتى قد تسمع التبريع اللي بقاف ما هو معتاد به زين ياسر الإبداع وعندي عنهم قاعد لهم قاعد ظروفهم بعد ما هم قاعد بعيد حتى قال هيك شنو معنى اصلا قال حد منهم يا النازي تمو سابك تدهرا وتخمو اه خارق ذاك الحد ها ايه والحد الصلاة اخر علق وعدلها اشمل شوي به اللي فيها فيها العليات والرجالة قال يا الرجلي وقت الذات الفات قبلت الدهراء وتخمو تمو وقبلت الطاهيلات الدهراء وتخمو تمو الله الله زين حتى ما هو معتاد لي زين الله الله هذا النوع من الابداع لسه هو اللي ما هو الروايات اللي تنقال الترواق والله شو نعرف شنو ما انا ذاك زين ذاك زين ولا بداله قاع من اسم هذا هو الابداع هذا زين هذا زين حكيت لي تبريعه زينه وقاف قلت انت انه زين وطلعه زينه والله شكرا استاذ كم امو الشيخ عمر اذا داركم تعلقوا لي على الطلعه اللي حكى الطلعه اللي حكى قال لنا زينه عنده طلعنا تبريعه كاع على كل شيء طلعه بدي على ميعاد قريب عاد ذيك تذكرني ميعاد ميعاد قريب عاد اللي منها فوجات اترك عنك اللي قاعد الدلال وجهتك اسوا ما وجات قاع عليك عليها ما جاتك بالميعادك انت تبقيها ولا ما جاتك زاد عيات تواسيها كيف عندي فاطمة تنبقيك تراها وقت مجيك قولها عني فيك فاطمة تنبقيك تراها وقت مجيك قولها عني فيك ضمنت سلامي هاك وعس الصامن تلهيك عشي مرسول معاك نعرفها هي ذيك عيات تواسيها ما هي رحمها زين تتعالى زين قلتي بي اشتارك وهذا هو اللي اول ادب شفتي من فاطمة تنبقيك تراها وقت مجيك قولي لها عني فيك ضمنت سلامي هاك بس صمت تلهيك عن شي مرسول معاك نعرف هي ذيك عيات تتواسي لك الشاب عرف هي ذيك عيات تتواسي لك حاول الاستقطاب هي شي طلعة الشاب صغير مثلا الشباب صغير وقع ما يبكس لنا حد يقول عن له غير بعد له ويطلع الاخرى بالمي والله وهذا كيف يكون ما اعتادته ما تعرف هذا النوع من محاوله جذب رقاش زين قلت كي طلعت ولا مولي حمد هذيك ولي في السيديك اللي هو غايب انه ما
انا عندي لك انا راي خلي حد يتم يجي ما هو سيديك سيديك اللي هو سيديك الله يعزي السداء قال عبد الطيب سيديك ولا زاد بيديك اللي ما هو سيديك الله يعزي عنده استقطاب غير ما يقول رجع قولي لي قولي لي تبريعه اللي قال تبريعه اللي قال لكم تبريعه اللي قال نجيب الكبير كما مولا تفاقم هي حق الله وتخم انا نعرف مولاتها قد نعودي غير بعد هي حق الله تم حق الله جامعه تعرف هي حق الله يبي ما نعرف هي هذه اللي شاعت فيها هي حق شتي هذه خالقة بريعة سابتها دقوز الرجال تموا بحواله تعموا شوفوا عادة بينهم كان هذا تموا سابت الدرباء حق الله تموا سابت الدهرة وتخموا هذه مولاتها مولاتها مثقفة اللي ملي هو فيها الحكمة الناس يتموا والله حق الله تموا سابت الدرباء تخموا دهراو تخمم دهراو قطم اللي قالت قطم اللي قالت مولا تقاف اللي قال صاير رجلي وقال النادي تم وقال يا رجلي وقت فات الفات قبلت الدهراو تخمو تم قبل الطافيلات الدهراو تخمو تم قطم اللي قال هو زد فيا جعل لي فيها خير متسيل زد فيا جعل لي فيها خير من السلام زد في محال ما هو زد في الاول لقاري الشابه للضد في التالي قالت مولي واحدة قالت لي الضد في محالي والشابه للضد في التالي قلت لك زين الله زين ها شفتي وقف بالله قلت لك عاد ولا قبل ونفس المحالي نفس اللي قالت تبريعة الشابه للضد في التالي مين قبط بالله وقال قالت مولي تبريعة زين حتى وقيت يا روالكم ما نعرف انا بعد قد يفوت الوقت قاعد في التبراع بيدي انا بعد تبراع قاعد عندي معاه شي خاص قد يفوت وقت في التبراع وفوت في الغناء وهاي تبارك الجماعة ما يقدر تغني لا لا بدنا نتوب وقت لا بدي يوبه ولا ينعطوا الميت وتوادع المشاهدين وإحنا رانا ما دعين كاملين دكتور راي توادع المشاهدين توادع من يوتيوب شي زين خارق سلك من الريح يروح يروح من قبره فيه الروح تروح يسند يلحقني مطروح يلحقني مطروح نعرف عقبان الليالي زين يا ريحي يا يلحقني زاد بسلك الروح بسلك الروح التالي ورجعها لي هذا وقت عاد من الليل هذا وقت عاد من الليل عاد من الليل من الليل حي انت مينا حي انت مينا ولاني وينا ما ودك انت قبيل قاع السلك الروح وانا ما ولك انت قبيل هيا كنت قبيل وغير ما ولا كنت قبيل كنت قبيل قاع السلك الروح التالي حق الله عليه اللي طلعه احكيها لي مغنيين بيها خارق سلك من الريح يروح من قبله خارق سلك من الريح يروح من قبله فيه الروح تفوح السند يلحقني مطروح نعرف عقبان الليالي يلحقني زاد بسلك الروح التالي يرجعها هذه هذا وقت عاد من الليل حي تمي لا ولا لي ولا ما ولا كنت قبيل قاع بسلك الروح التالي يا زين حتى زين ويلي ما ولا كنت بوي رجع بسلك روح التالي
السيد الكرام انا اتشكر روح التالي لنا والله بعد ما نختار نتفادى معاكم بارك نختار نطول معاكم غير بلا جماعه فعلا جماعه خاصه. شكرا جزيلا للدكتوره والاستاذه بات بنت البراء، شكرا لقبول هذه الدعوه وشكرا جزيلا، وشكرا للفنانه والاخت العزيزه ولديبه أديبة بعد منيتو من تنغري، شكرا جزيلا منيتو. وطبعا كل شكر موصول للأخ المختار سالم الحبيب الأمير الذي ساعدنا في تنسيق هذه الحلقة، وشكر طبعا موصول للأستاذ العازف الكبير مدفض السيد اللي دور تعودوا كنتوا سامعين جيتار مونك ونهولتنا حتى كاملين جابتون الشماع بعيد 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 الله يجيو. شكرا محل ديكور اللي ساعدونا في ديكور هاي الحلقه، محل لؤلؤة الصحراء ومحل الراحله راعي مهون بعيد ما بعيد من الكنيسه، راح نقال لؤلؤة الصحراء وواحد نقال الراحله هم اللي ساعدونا دائما على ديكور هاي الحلقه. وشكرا جزيلا كذلك لهذا المكان اللي مونك اللي سجلنا فيه الحلقه لكوين دي كافي، شكرا جزيلا. وشكرا لكل الفريق الفني اللي سهر معاكم على الحلقه، راولكم فريق عظيم وعد العمل جيد جدا ولا نقدر يكون ما نقدر يكون نشكروه شكر خاص. وراني ما يمسي من واحد اللي اوغلكم كامل ان شاء الله واساميهم على الشاشه، وما بقالي ان شاء الله يكون تالي معاكم في الحلقه الاسبوع المقبل. مرحبا بكم وسهلا. اني استترت بامداح النبي ورم ورم ابشر فضيحة العيب اني استترى اني على النفس والشيطان اني على النفس والشيطان على النفس الشيطان على النفس الشيطان منتصر مستمر مصطفى عزمن عزمن بي مصطفى عزمن بي مصطفى انتصر لا إله إلا الله لا يا زيد.